بسم الله الرحمن الرحيم. Our subject today in conservation of heritage buildings is structural restoration, الترميم الإنشائي. If you remember that we talked last lecture about architectural restoration اللي هو كان تكلمنا المرة اللي فاتت عن الترميم المعماري. Today إن شاء الله we will talk about structural restoration, الترميم الإنشائي. And both and this subject today related to architectural restoration, and they are linked to each other. هم هذول الموضوعين مرتبطين ببعضهم البعض بشكل مباشر. What is the concept of structural restoration? We will know this now. All works that support structural element. They are often not visible. Structural restoration is used when indicators of structural damage appear in some buildings elements. المقصود هنا بالترميم الإنشائي جميع الأعمال التي بتدعم الناحية الإنشائية في المبنى التراثي, وأغلبها بتكون not visible, غير ظاهرة للعين. زي إيش هذه الأعمال بتدعم ماذا؟ For example, the creaks, الشقوق, wall tilts, ميلان الحوائط, كمثال, as example for the works, للأعمال اللي هي أو problems اللي بتظهر في بسبب مشاكل إنشائية في المبنى, ونقوم بعمل treatment for it. Structural restoration improves the building in terms of structural condition and ensure its quantity for a long time. يعني احنا بنقوم بالأعمال الترميم الإنشائي لتحسين المبنى من الناحية الإنشائية ولضمان انه يبقى او يعيش لفترة طويلة. This is the concept of structural restoration. طيب, the most popular works in structural restoration are أغلب الأعمال اللي بنقوم بعملها أو بيقوم specialists بعملها during the structural restoration, improving soil properties below foundations, تحسين اللي هو خصائص التربة إذا كان فيها مشاكل معينة تحت المبنى وتحت الأساسات, زي الرطوبة, زي الانكماش, زي التفكك. كل هذا problems maybe soil suffers from them. Supporting the foundation and walls, دعم الحوائط و الأساسات. Fixing the extra loads that are exposed to the elements of the heritage buildings, معالجة الأحمال الزيادة اللي بتؤثر على عناصر المبنى الإنشائية. Protecting the structural elements from moisture, وحماية العناصر الإنشائية من الرطوبة الزائدة. طبعا we will get deeper in all these points, هندخل في هذه النقاط بشكل أعمق حاليا. في عندنا قلنا أعمال ترميم بتكون أسفل المبنى, في أعمال ترميم إنشائي بتكون أعلى المبنى اللي هي يا أسفل الأساس يا من الأساسات, يعني أسفل المبنى بتكون على نطاق الأساسات والتربة, أعلى المبنى بتكون الحوائط وما والأسقف إذا كان في مشاكل إنشائية. فعندنا restoration at bottom of the building divided into improving soil properties, زي ما قلنا بيلو foundations. These works include, قلنا, تحسين خصائص التربة تحت المبنى. كيف بنعمل الآن اللي احنا حنعمل discussion about اللي هو restoration, زي ما قلنا
under the building, تحت المبنى، التربة والأساسات. فعندنا بالنسبة للتربة أو السويل، إيش المعالجات اللي بنعملها لو كان فيها مشاكل معينة؟ Protecting soil against moisture، حماية التربة لو كانت تعاني من الرطوبة. هنا إيش اللي بيحصل؟ Get rid of water inside the soil helps to protect the foundation. طبعاً التخلص من الماء الموجود بالتربة أكيد بيحافظ على سلامة الأساسات وبالتالي سلامة المبنى واستمرار بقائه لوقت أطول من الزمن. There are several techniques are used for example. في عندنا طبعاً عدة تقنيات مختلفة بتستخدم للتخلص من الميتشر الموجود أسفل الأساسات في التربة. أحدى أو بعض هذه التقنيات cut off box around the heritage building by using barrier walls and horizontal cut off wall. هنا المقصود بالموضوع هذا هي احنا بنسميها تقنية اللي هي cut off box، صندوق قاطع. ماذا نعني بالصندوق القاطع؟ نعني بذلك ان احنا حنحيط الأساس أو أساسات المبنى كلها بحوائط تعزل الأساسات تماما عن مصادر الرطوبة، سواء كان على النطاق الرأسي أو الأفقي من الأسفل. فبنحيط المبنى كحوائط أساسات المبنى كاملة من جميع الجوانب، من الجانب الرأسي ومن الجانب الأفقي، مثل حوائط عازلة تعزل الأساس عن مصادر الرطوبة، وبالتالي بيقل الموضوع. كمان في عندنا وسائل أخرى تعمل reducing للground water، بتعمل اللي هو تخفيض للمياه الجوفية لو كانت موجودة بقوة تحت المبنى، كأنهم مثلا بيروحوا عاملين بيارة خارج المبنى أو خارج بعيد عن نطاق المبنى، بيعملوا عملية سحب للمياه لو كان في مياه جوفية في نطاق المبنى وفي نطاق أساسات المبنى، بيعملوا لها عملية سحب إلى الخارج. We can see in this picture historic mosque in Cairo before and after treating the problem of high ground water. هنا طبعا المبنى أو المسجد التاريخي هذا كان يعاني من high ground water inside it، لدرجة تلاحظوا كيف المياه الجوفية مغطية أجزاء من الأرضية المبنى، فعملوا هنا عملية سحب للمياه الجوفية هذه إلى الخارج، سحبوها إلى بيارة خارجية. We can see in this picture هنا عملوا station، محطة was used to raise ground water from historic mosque in Cairo. طبعا لنفس المسجد التاريخي عملوا محطة لرفع المياه الجوفية من داخل المبنى، فأصبح المبنى كما نرى after treating يخلو تماما من وجود مياه جوفية. طيب soil هذا مشكلة لو كان في عندنا مياه جوفية أو التربة فيها رطوبة معينة، فكيف بنتخلص منها؟ التقنيات اللي تحدثنا عنها في السابق. طيب لو كان عندنا soil exposed to shrinking and raise، يعني تتعرض للانكماش والانتفاش. ماذا نعني بالانكماش والانتفاش أو الارتفاع؟ يحصل الانكماش في التربة بسبب زيادة الجفاف. جفاف لما تكون التربة جافة تماما بيحصل هذا الانكماش، وقد يكون أيضا بسبب زيادة الأحمال اللي جاية من المبنى على الأساسات، فبتضغط الأساسات على التربة بيحصل انكماش للتربة. أما الانتفاش اللي بيحصل بالتربة فهو بسبب زيادة الرطوبة، لأنه بتكون في عندنا الرطوبة أصلا لما يكون في ماء تحت الأساسات بيكون في عندنا أملاح، ما يعني أنه في أملاح، فبتسبب هذا الأملاح انتفاش للتربة. In this case إيش التريتمنت اللي بيستخدموها هنا؟ They heat the soil، بيعملوا تسخين للتربة under high temperature، تحت درجة حرارة عالية.
أو بيستخدموا نفس الطرق اللي استخدمناها في السابق اللي هي الـ Anti-Mature Barriers are created، اللي هي قلنا ممكن تستخدم حواجز حول أساسات المبنى من الأسفل وحول الحوائط من الجانب الرأسي لمنع الرطوبة. طبعاً الـ Heating حق اللي هو للتربة بيكون عالي التكاليف، تسخين التربة شوية غالي في التكاليف، فغالباً بيلجأوا إذا ما كانش في إمكانيات لحكاية إنهم يعملوا حواجز أو صندوق قاطع حول الأساسات، وهو بالتالي بيعالج حكاية الانتفاش وحكاية اللي هو الرطوبة الزائدة في التربة. طيب أحد أيضاً المعالجات اللي بنعملها أثناء الـ Structural Restoration for Soil consolidating a weak soil، لما تكون عندنا التربة ضعيفة ما بتتحملش اللود اللي جاي من الأعلى، بيعملوا عملية injection حقن لتحسين to improve the physical and chemical soil properties and to stabilize collapsible soils ولتجنب انهيار التربة. هنا إيش بإيش يحقنوها؟ أحيانا بمواد اسمنتية، احيانا بمواد بتروليه، يعني في مواد متعدده لا حصر لها، بيستخدموها في حقن التربه، ولما بيحصل حقن للتربه بيحصل تماسك ما بين جزيئات التربه، وبالتالي تصبح الاساسات والتربه قادره على حمل الاحمال اللي جايه من المبنى. هنا في عندنا بيكتشر to show you how the specialists make اللي هو الانجكشن for soil. طبعا في معدات وأجهزة بيستخدموها، بيحصل عملية إدخال الأنابيب لداخل التربة ويتم حقن التربة بالمواد المطلوبة. طيب هذا بالنسبة للتربة. لو طلعنا لمستوى أعلى اللي هو مستوى الأساسات، والأساسات احنا تطرقنا لها بشكل كبير أيضا في الـ Architectural Restoration، بس هنا من باب الإعادة لزيادة التوضيح وعلى أساس يكون الموضوع أيضا مترابط ومتدرج. Restoration of Foundation بنعمل يا أما Injection of Foundation، نفس الموضوع، حقن تحت التربة، حقن تحت الأساسات لو كانت في مشاكل تحت الأساسات، وأحيانا أيضا بيحقنوا الأساسات نفسها إذا كان في فراغات بين اللي هي الماتيريالز حق الأساس نفسها بيحقنوها، يعبوا الفراغات هذه وبالتالي تتماسك الأساسات أكثر. طبعا نعمل بيعملوا ريبليس للدامجد بارت إن ذا فونديشن، يتم الإبدال للأجزاء التالفة من الأساس. strengthening the foundation with supportive work، ويتم أكيد تقوية ودعم الأساسات بوسائل مختلفة تكلمنا عنها زي الخوازيق الإبرية تستخدم لدعم أساسات المبنى. أيضا نسلوتينج اللي هو الفونديشن from mature sources، عزل اللي هي الأساسات من مصادر الرطوبة، قد تكون الحلول اللي تكلمنا عنها في الأعلى هي الذي أيضا تستخدم للتربة وللأساسات. Increasing the foundation area، بيضطروا في بعض الأحيان لزيادة مساحة الأساسات إذا كانت لا تتحمل المبنى الوقت الحالي مع مرور السنين، لا تتحمل الأساسات الأحمال القادمة من المبنى، فيضطر أنهم يضيفوا أجزاء للأساسات، وكونها treatment not visible، مش واضحة، فمن كثير من specialists ممكن أنهم يستخدموها إذا حسوا أن في خطر على المبنى، ما فيش حل غير أنهم يزيدوا من مساحة الأساسات حتى تتحمل المبنى، فبيضطروا لاستخدام هذا النوع من الحلول اللي هو يا يزيدوا أو يصمموا أساسات جديدة للمبنى. وقلنا كونها بتجي في أماكن غير ظاهرة بشكل مباشر، فمن الممكن اللجوء لهذه الحلول إذا كان في ضرورة قصوى لذلك. هنا عندنا في البيكتشر هذا استخدمت بيلز اللي هي خوازيق إبرية to support foundation in historic mosque in
كايرو في أحد المساجد التاريخية في القاهرة تم استخدام اللي هو الخوازيق الإبرية لدعم أساسات المبنى. طيب هذا بالنسبة لل some works اللي هي below the building، بعض الأعمال اللي بتكون أسفل المبنى. طيب في عندنا أكيد أعمال اللي هي restoration اللي هي في التوب سويل أعلى التربة. في عندنا اللي هي الأعمال المؤقتة والأعمال الدائمة اللي هي temporary restoration techniques، أعمال اللي هي الترميم الإنشائي المؤقتة اللي بتجي تأخذ فترة زمنية معينة وبعدين بنشيلها. زي إيش؟ supporting building by using steel or wood and hydraulic steel techniques. هنا عندنا اللي هو أساليب اللي هي صلب المبنى سواء بأجزاء خشبية أو بأجزاء معدنية حتى نتمكن من عملية الريستوريشن، بعد ذلك بنشيلها عشان الجزء اللي بنشتغل عليه ما يحصلوش انهيار. لو عدلنا أو فكينا فيه ممكن يحصل له انهيار إذا ما كانش مدعوم بأجزاء معينة، أجزاء صلب تمسكه لحد ما نخلص أو لحد ما يخلصوا المتخصصين عملية الترميم. The purpose of supporting process is to protect some elements of the heritage building such as walls or arches from collapse after cracking or tilting. اللي هو زي ما قلنا بنحميها لو في شقوق نشتي نعالجها أو الجزء هذا يعاني من ميول معين فنحتاج لعملية الفك أو معالجة معينة فبندعم المبنى بشكل مؤقت. Has this pictures اللي هنا using steel and wood in temporary restoration. كما نشاهد هنا في عندنا مجموعة من الصلب الخشبية اللي ما لها بتمسك الجزء الذي يحتاج specialists انهم يعملوا له عملية ترميم، بتمسك لحد ما يخلصوا عملية الترميم في الأجزاء المطلوبة وبعدين بيقوموا يشيلوها. ايضا من غير هذا اللي موجوده عندنا في الصوره اللي هي هذا اللي هي الصلب، في عندنا حاجه اسمها بيلز تكنيكس لتقنيات التحزيم. يعني بيجي عندي مثلا هذا الجزء بيعمل له او بيحيطه بمجموعه من الاحزمه من الاعلى الى الاسفل، قد تكون احزمه حديديه بتمسك الجزء هذا لحد ما يتم عمليه ترميمه، بتحيط بهذا الحزام الحديدي بيحيط بالجزء المراد عملية ترميمه من جميع الاتجاهات، يعني دار ما دار. Linking the parts of the wall columns by surrounding the element with metal part. يعني احنا بنستخدم جزء معدني أو metal belt بيحيط بالجزء المراد ترميمه لحد ما نخلص عملية الترميم. It works to hold parts together. يعني بتحافظ على أنه تمسك أجزاء العنصر مع بعضها البعض. Until the specialists end their works. Drying techniques. تقنيات التجفيف. لو في عندنا المبنى يعاني من رطوبة في الحوائط مثلا. في حوائط وفي هناك في أكثر من طريقة لعزل المبنى أو لعزل الحوائط هذا من الرطوبة. أحد هذه الطرق اللي هي بنسميها سيفون سيستم، نظام السيفونات. هنا الـ specialists make as a hole بيعملوا فتحة في الحائط نفسه في الوول وبيدخلوا قضيب معدني بيسمح بعملية خروج الهواء أو الرطوبة من الداخل، يعني زي اللي بيعمل تهوية للمكان يسمح بخروج الرطوبة، بعد كده بيشيلوا الجزء هذا اللي أضافه بيعملوا غلق للحائط. هذا بيكون من السيراميك الأنبوب هذا أو القضيب اللي بيدخلوه أساس سيراميك تيوب to get mature out of the wall. من بعد ما يجف الحائط تمام زي ما قلنا بيعملوا يشيلوا هذا الجزء تماما اللي دخلوه في الحائط ورجعوا close the hole ويغلقوا الفتحة. هذا بالنسبة لتقنيات الترميم المؤقتة. هذه طبعا كلها حتى تقنية التجفيف هذه بتعتبر مؤقتة. في عندنا تقنية ترميم دائمة،
تقنية عفوا تجفيف دائمة للحوائط لو كانت تعاني من الرطوبة. هذا المؤقتة التي بتتشال بعد ما نخلص المتخصصين الترميم، هنتعرف عليها في التالي. The techniques of permanent restoration، تقنيات الترميم الدائمة، يعني هنا أنا بستخدم أجزاء داخل المبنى التراثي أو عناصر داخل المبنى التراثي استخدمها في عملية الترميم وتظل داخل عناصر المبنى ما بتتشلش، بس إنها بتكون visible، يعني invisible، مش ظاهرة للعيان أو للعين، تكون مخفية بين عناصر المبنى. Fastening techniques، تقنيات التربيط. ماذا نعني بتقنيات التربيط؟ It's used to support the structure of the building and helps to reduce cracks. إحنا بنستخدمها غالبا مع الشقوق. As well as used to link the wall separated from each other. كمان بتستخدم لربط الحوائط اللي هي منفصلة عن بعضها البعض. And works to return them to their suitable construction condition. بتعيدها لوضعها الإنشائي الثابت الأول. The iron or metal bands consist of stainless steel square. يعني square، يعني احنا بنستخدم هنا اجزاء معدنية في عملية الربط لعناصر الحائط. We can see this in these pictures. هنا اللي بيحصل انه بيدخل جزء معدني بداخل، بيعمل فتحة بداخل الحائط وبيدخل جزء معدني، وهذا الجزء المعدني اللي بنشوفه هنا هو اللي بيربط مكونات الحائط. ممكن حتى يستخدم لربط الجزء هذا من الحائط مع الجزء هذا من الحائط. بنستخدمها في الحوائط، بنستخدمها زي ما احنا شايفين in this picture في العقود، في بتساعد على ربط عناصر الحائط او العقد او ايا كان بدون الحاجة للفك واعادة التركيب. طبعا بيتثبت الجزء المعدني هذا بعد ما يدخل بمادة معينة، بيحقنوها في الحائط على أساس يثبت هذا الجزء ما بين عناصر الحائط. غير هذا الحل إذا ما كانش ينفع خالص، فإحنا بنعمل فك وإعادة تركيب للجزء اللي بيحتاج restoration. إذا ما كانش في مجال ممكن يتعرض جزء من المبنى للانهيار، فبنضطر إنه نعمل dismantling and reinstalling اللي هو فك وإعادة تركيب. التقنية أيضا أخرى اللي هي injection techniques، تقنية حقن الحائط. Injection technique is used when the wall suffer from suppression due to the dissolution of the bonding mortar due to the increase in the rate of moisture in the wall. يعني أحيانا لما بتكون الرطوبة زائدة بتروح المونة الرابطة بين مواد البناء الخاصة بالحجر، ثاني ممكن يحصل انفصال لعناصر الجدار نفسه مثلا هنا، فبهنا ما بيفكش بيعيد يركب الحجر، بيشوف إذا الموضوع ممكن يمشي كويس بيحقن الأماكن اللي هي فارغة مواد حقن معينة تساعد في إنها تتماسك عناصر الحائط. زي ما we have this technique in this picture، هنا في ماكينة حقن معينة بيقوم يحقنوا بها الحائط، وبالتالي بتساعد على إنه يتماسك الحائط تماما ويظل سليم كما هو. هذا برضو جهاز آخر بيتم من خلاله حقن الحائط حتى تتوفر إنه تتماسك مكونات الحائط. طبعا استخدام اي تكنيك من التقنيات او التقنيات السابقة كله بيرجع على حسب حالة العنصر نفسه، ما بين انه استخدم الفك والتركيب، ما بين ايضا انه يستخدم الحقن، ما بين انه يستخدم حكاية زرع قضبان معدنية داخل الحائط نفسه. كلها هذه الحلول ما بيختاروها للسبيشالست الا بعد دراسة الحل الأنسب اللي ممكن يستخدموه في معالجة المشاكل اللي معاني منها الحائط. طيب لو في عندنا tilting treatment techniques اللي هو لو في عندنا هنا ميول في الحائط، فإيش كيف بيعالج الميول هذا؟ زي ما قلنا يا بيستخدم metal balls، أحزمة
حديدية، يا بيستخدم اللي هو stone pillar from the ground floor until they reach at the wall surface to connect the cracked parts while strengthening the tilted parts. هنا أو بيستخدم زي الحائط الساند الخارجي اللي بيسند المبنى لو كان يعاني من مشكلة في الميول من الأسفل حتى الأعلى. حائط مستجد بيعملوه بيسموه حائط ساند، يسند المبنى من الخارج. Insulation اللي هي insulation of building اللي هو عزل المبنى. Insulation of building عزل المبنى. هنا اللي هي احنا تكلمنا عن طريقة العزل اللي بيستخدموا فيها طريقة السيفونات اللي تكلمنا عليها في الأول، وقلنا هذا عمل مؤقت، لكن أحيانا بيتطلب الموضوع أنه يكون عزل دائم، يعني بمعنى لو شال الرطوبة ممكن أنها ترجع مرة أخرى بالطريقة، ومش معقول كل مرة ويفتح في الحائط. فبيستخدم هنا insulation اللي هو ثابت permanent، حل ثابت للموضوع. فبيستخدم هنا شرائح اللي سلايس من اللي هي أحيانا من البلاستيك أو المعدن، بيتم إدخالها بين اللي هي المداميك الخاصة بالحائط لتمنع نهائيا ارتفاع الرطوبة من الأسفل إلى الأعلى. You can see this in this pictures. هنشوف هنا السلايسز اللي بيعملوا فتحة في الحائط، يعني بمعنى بيجي زي اللي ينشروا الحائط نشر بمنشار معين خاص بالعمل هنا، وبيروحوا يدخلوا اللي هي ايش شرائح العزل الى ايش الداخل، بيرجعوا يغلقوا المكان مرة اخرى. فهذا احد الحلول اللي هي للعزل الدائم للحوائط المبنى ضد الرطوبة. وبكذا نكون انتهينا من موضوع المحاضرة لهذه المرة، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة.